حصل التحديات والانطلاقات من هنا من ميدان الشحانية، ميدان التحدي، ضمن انطلاقاتنا في سباقنا المحلي التاسع وشوطنا الثامن. ينطلق مشاهدينا الكرام الخاص للقعدان الجذاع من مسافة 6 كيلومترات، هي المسافة الحاملة فيها الإثارة وروح التحدي هنا في هذا الميدان. نسير مع البداية نتابع مقدمة الشوط في هذا التحدي. المركز الأول مشاهدين الكرام، أول المراكز وأول الانطلاقات هملول لخليفة بن أحمد بن خليفة بن شرباك المنصوري يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني ثاني التحديات وثاني الانطلاقات في هذا التحدي والانطلاق زود لناصر بن محمد بن ناصر الفزيرة المري، بينما ثالث المراكز الدخول في هذه اللحظة هنا مشاهدينا الكرام بتال لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، يغير إلى المركز الثاني المركز الرابع، رابع المراكز ورابع الأسماء الكايف لمحمد بن سعد بن زيد القريني يحتل المركز الرابع. المركز الخامس خامس التحديات الوسمي لسعد بن محمد بن سعد آل نابت المري. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، ونعود مباشرة مع أول المراكز وأول الانطلاقات في هذا الشوط. هنا المركز الأول هملول لخليفة بن أحمد بن خليفة بن شرباك المنصوري مع المضمر المعتصم بن ضيب موسى يقدمها في هذا الشوط وفي هذا التحدي على أول المراكز. يقدم هملول بانطلاقة هذا الشوط بشعار خليفة بن أحمد بن خليفة بن شرباك المنصوري ثاني المراكز وثاني الأسماء. أجد بتال يحتل المركز الثاني ويتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، يغير مباشرة إلى أول المراكز المركز الثالث. وتابع الانطلاقة من زود لناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزير المري يحتل المركز الثالث المركز الرابع، رابع الأسماء الكايف لمحمد بن سعد بن زيد القريني يحتل المركز الرابع. المركز الخامس خامس الأسماء أجد في هذه اللحظات الوصول والانطلاقة من الوسمي لسعد بن محمد بن سعد آل نابت المري. إذا متابعينا الكرام هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وهناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة، نترقب دخول جديد على المراكز الخمسة الأولى. نعود مباشرة مع التحدي ما بين هملول وما بين بتال اللي على صدارة الشوط كما تتابعون. بتال يغير في هذه اللحظات إلى المركز الأول وينطلق بشعار حمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري على أول المراكز. يتابع بتال بالمركز الأول المركز الثاني هملول لخليفة بن أحمد بن خليفة بن شرباك المنصوري مع مضمرها ومتابع في هذا الشوط المعتصم بالضيب موسى السوداني. يتابع أيضا انطلاقة هملول على ثاني المراكز المركز الثالث، ثالث التحديات وثالث الأسماء شعار الفزيرة يتواجد مع زود لناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة المري، بينما رابع المراكز نتابع مشاهدينا الكرام الكايف محمد بن سعد بن زيد القريني يحتل المركز الرابع. المركز الخامس وصل في هذه اللحظات الوسمي لسعد بن محمد بن سعد آل نابت المري، ولكن أتابع أسماء ما بعد الخلف المراكز الأولى، أتابع سيل جارف من القعدان تنطلق مع المراكز الخلفية. نتابع أيضا الظهور والأسماء الجديدة في هذا الشوط، هنا دخول على خامس المراكز من الذيب حمد بن حسين بن علي المري يتدخل مع الذيب على مستوى المركز الخامس، وأيضا شعار بن جهويل أو هنا انطلاقة متابعينا الكرام شعار النعيمي مع معراض لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي. إذا متابعينا الكرام نعود إلى المركز الأول، نعود إلى أمور هذا الشوط مع بتال والمركز الأول. هنا شعار الفزيرة من الجانب الآخر مع زود وبتال في موقع واحد في تحدي ثنائي ما بين أيضا الصراع الأقوياء على أول المراكز مع
بتال والزود، ولكن هنا بتال لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري، والزود من الجانب الآخر، زود لناصر بن محمد بن ناصر الفزير المري يحتل المركز الثاني. المركز الثالث هملول لخليفة بن أحمد بن خليفة بن شرباك المنصوري يحتل المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز ورابع الأسماء، أجد الأسماء القادمة ووصول وانطلاقة متابعينا الكرام. الذيب لحمد بن حسين بن علي المري مشاهدينا الكرام يتقدم في هذه اللحظة أو هنا الوصول. نعم نعم، هذا هو شعار راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي، مقدم معراض على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس، خامس التحديات، اسم جديد ينضم مع المراكز الخمسة الأولى اللي هو عيا لراشد بن شفيع بن راشد الفيدي المري، يتدخل في هذه اللحظات إلى خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام 2 كيلومترات ما يتبقى عن خط النهاية، أتابع شعار الفزيرة. شعار الفزيرة يغير من زود، زود بدأ يزيد في سرعته في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق. شعار ناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة المري، ولكن هنا بتال أبتلى في هذا التحدي لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري مشاهدينا الكرام على ثاني المراكز. وهملول ثالثا يحتل في هذه اللحظة لخليفة بن أحمد بن خليفة بن شرباك المنصوري، ولكن الأسماء والشعارات القادمة. أتابع القدوم والتحدي متابعينا الكرام. وصل معراض راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي، ومن الجانب الآخر خطير راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي يقدم لنا خطير من الجانب الآخر. وأيضا الدخول في هذا لحظة من عيا لراشد بن شفيع بن راشد الفيدي المري ينطلق مشاهدينا الكرام مع خامس المراكز. ولكن أعود مشاهدينا الكرام، أعود مع التحديات مع الانطلاقات على المراكز الأولى مع المركز الأول. نتابع زود بدأ يزيد في هذا الشوط مع 1200. ركز يا الفزيرة، ركز مع زود من يحتل المركز الأول. ناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة المري يتابع زود على أول المراكز، ولكن وصل في هذه اللحظة، وصل مشاهدينا الكرام، وصل عيا لراشد بن شفيع بن راشد الفيد المري قادم ليعلن التحدي على ثاني المراكز. بينما ثالث المراكز وثالث الأسماء أجد خطير راشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي على مستوى المركز الرابع والثالث. نعم على المركز الثالث، المركز الرابع قادم بتال لحمد بن سهيل بن عبد الهادي بن حفار المري يحتل المركز الرابع. وأيضا قدوم شعار الكريبي بن جابر بن حمد الغفران المري مع عز الجيش قادم على خامس المراكز. إذن متابعينا الكرام نعود إلى الصدارة مع افتتاح الكيلو المتر الأخير. وتابع الأسماء، وتابع الشعارات والأسماء الخطيرة. هنا المركز الأول، شعار الفزيرة على الصدارة مع زود بدأ يزيد في سرعته في هذا الشوط، بدأ يعلن الانطلاق عن المغادرة عن بقية المراكز. ناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة المري بدأ يوادع الجميع بانطلاقة الزود وأداء الزود في هذا الشوط مع 400 متر الأخيرة، مع الأمتار الأخيرة أعلن الانطلاق والتحدي. سلام يا الفزيرة، سلام يا الفزيرة على هذا الأداء مع زود. ناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة المري بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، والعصا قوس، لا زالت العصا في الإبطان. يا سلام يا سلام، هنا زود على الصدارة، زود على المركز الأول، يقتحم أيضا المراكز الأولى لناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة، يقتحم ناموس هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك على فوز الزود بالمركز الأول وانتزاع ناموس هذا الشوط. لحظات وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس المركز الثاني عيل لراشد بن شفيع بن راشد الفهيد المري. المركز الثالث وصل فيه هملول لخليفة بن أحمد أو خطير لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي. المركز الرابع وصل فيه مشاهدينا الكرام همام لصالح بن حمد بن جابر الكريب المري. المركز المركز الرابع وقاد لقناص بن محمد بن قناص العامري. المركز الخامس جاء فيه همام لصالح بن حمد بن جابر الكريبي المري. إذن متابعينا الكرام تهانينا وناموس لمالك زود
ناصر بن محمد بن ناصر بن راشد الفزير المري قدم زود منتزع ناموس هذا الشوط، وكما تتابعون زود يصل إلى خط نهاية بتوقيت وقدره 9 دقائق 47 ثانية 8 أجزاء من الثاني تهاني ناموس. المركز الثاني جاء فيه مشاهدينا الكرام عيالي راشد بن شفيع بن راشد الفيد المري، والتوقيت الزمني 9 دقائق 50 ثانية 6 أجزاء من الثاني تهانينا والناموس. المركز الثالث جاء فيه مشاهدينا الكرام خطير لراشد بن ناصر بن راشد بن جبر النعيمي، وتوقيته محتل المركز الثالث 9 دقائق 52 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.